بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد السنة انتشرت بزاف نظرية المؤامرة، وخصوصا مع انتشار الجائحة. وهاد النظرية إلى حد ما كانت بدات شوية كيخفت النقاش حولها، ثم ولا صعد النقاش حولها من جديد من بعد الأحداث اللي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا ذلك الأربعاء اللي فيه كان خطب ترامب أمام الأنصار ديالو، والأغلبية ديالو كانوا عناصر ديال الحركات العنصرية من البيض الأمريكيين الأصليين إلى غير ذلك، ومن مراها كانوا دخلوا الكابيتول، ومن الكابيتول كانوا دخلوا الكونغرس، وكان الحديث بأنه العمل ربما كان شيئا ما، كان ديك الفئة كانت مستدرجة أنها عن باش تدخل الكونغرس. هنا نظرية المؤامرة ولات من بعد شعلات وتحركات، ومن بعد ولات للرواج ولات للنقاش. وثارت بزاف الأمور، منها بأنه الماسونية العالمية قررت أنها تنزل الولايات المتحدة الأمريكية وتنتقل لحو الصين، كيف ما كانت دارت مع الأمبراطورية البريطانية ملي اكتشفت الولايات المتحدة الأمريكية، وبأنه أصلا نظرية المؤامرة جبدت بأنه أصلا ترامب الصعود دياله الحكم الولايات المتحدة الأمريكية بأنه ما كانش الهدف دياله هو إدارة الولايات المتحدة الأمريكية أو التقوية ديالها إلى غير ذلك، وإنما كان الهدف هو أنه يدشن واحد المرحلة ديال عودة الولايات المتحدة الأمريكية للمرتبة الثانية أو الثالثة. إذا نظرية المؤامرة هي هذه الطغيان ديالها من جديد، ودائما فيما كتكون شي نظرية على برا كتناقش كتنتقل اوتوماتيكمو للعالم الثالث، وخصوصا في الدول العربية والدول الإسلامية. إذا هاد نظرية المؤامرة واش كاين ولا ما كاينش؟ نظرية المؤامرة باختصار شنو هي؟ باختصار نظرية المؤامرة كترتكز على ثلاثة الأركان. الركن الأول كيف كتقول نظرية المؤامرة؟ كتقول بأنه ما يقع دائما يكون وراءه جهة خفية تتحكم في كل شيء. الفكرة الثانية اللي كتقولها نظرية المؤامرة كتقول بأنه ما يقع على العلن ليس هو الحقيقة، والحقيقة توجد في الخفاء، يعني ظاهر الأمور ليس هو الحقيقة ولكن الباطن هو الحقيقة. الفكرة الثالثة اللي كتقول بها نظرية المؤامرة وهو أنه الأحداث العالمية ليست منفصلة عن بعضها البعض، وإنما هنالك حبل من الاتصال. نظرية المؤامرة هي من أحدث النظريات، ونظرية المؤامرة ظهرت حوالي تقريبا بدأت التداول ديالها تقريبا مع بداية القرن العشرين، البدايات ديال القرن العشرين بدأت تتداول هاد نظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة بزاف الناس كيجيو هكا جملة كيتبناوها، وكاين واحد الشق الآخر جملة كاين فيها اللي كيتبناها كيرتكب أخطاء، واللي كاين فيها كيرتكب أخطاء. اللي كيتبنى نظرية المؤامرة كيطيح في الهوس، كيطيح في الهوس وكيطيح في شبه مرض نفسي اللي كيفسر جميع الأمور على ضوء نظرية المؤامرة. واللي كاين فيها كذلك، اللي كاين فيها بحال اللي كيقولك بأنه هاد الأحداث اللي كتوقع بأنها عشوائية وما من مراها حتى شي واحد. نظرية المؤامرة ما يمكن ليناش ينفيوها، لأنه المثقفين او اللي قرابين يكونوا مثقفين او اللي عنده حد بسيط من الثقافة راك يعرف بانه الاحداث العالمية الكبرى بانه ظهر من بعد بانه ما كانتش تلقائية وما كانتش عفوية، من بعد ظهرت الامور اللي كتأكد بانه كانت ايادي خفية في الاحداث العالمية الكبرى، مثلا انشقاق الكنيسة في اوروبا بانه كانت وراءها من بعد ظهر ايادي خفية هي اللي قامت بالانشقاق ديال الكنيسة وخروج البروتستانتية. مثلا الثورة الفرنسية 1789 من بعد ظهر بأنه كانت فيها البصمات ديال الحركات السرية، يعني الماسونية. الثورة الروسية ظهر من بعد بأنه كانت كذلك بصمات ديال تنظيمات سرية، وتقريبا نفس المذاهب والافكار اللي كانت عند الحركات السريه اللي كانت مؤثره في الثوره الفرنسيه. اذا الثوره الفرنسيه راه من بعد ظهر بانه كان هنالك تامر. من بعد
الثوره الروسيه من بعد الحرب العالميه الاولى ظهر فيها، من بعد الحرب العالميه الثانيه ظهر فيها، ودائما نفس الجهه كانت كتحط البصمات ديالها على جميع هاد الاحداث السياسيه الكبرى. القيم ديال الولايات المتحده الامريكيه كاين فيها البصمات ديال الماسونيه، لا ما يمكنش تنكر هاد الامور، وماشي غير في هاد الاحداث التاريخيه اللي هي كبرى، فحتى الاحداث التاريخيه اللي هي الا بغينا نقولوا بدرجه متوسطه راه كانت فيها البصمات ديال التامر. اذا المؤامره ما يمكنناش ننفيوها او نجيو حنا نصدقوا ونقولوا بانه اي حاجه كتوقع راه هي كيف ما هي بلا ما نزيدوا ناولوا الى غير ذلك. مثلا غزو الكويت ملي قام به صدام حسين، من بعد ظهر بانه راه كان بواحد من الولايات المتحده الامريكيه. 11 سبتمبر كان حدث تاريخي ماشي بديك الخطوره الكبيره، ولكن من بعد ظهر بانه راه كانت الايادي ديال المخابرات الامريكيه، وكاين بزاف ديال الاحداث. الربيع العربي في 2011 من بعد ظهر بانه الشراره الاولى كانت طبعا عفويه، ولكن من بعد ظهر بانه بدول عربيه بانه راه كانوا جمعيات ديال الشباب، وبانه كانت تدريبات وكان تمويل خارجي الى غير ذلك، وبانه ظهر من بعد بانه المقصود بالربيع العربي ماشي هو جميع الدول العربيه، ولكن بان بانها دول بعينها. وقبل منها كانت قالتها غونداليزا رايس، قبل منها فرزوا العراق، كانت قالت بانه من بعد 2003 غندشنوا واحد المرحله ديال الفوضى الخلاقه. اذا ما يمكن ليناش حنايا ننفيو هاد الامور، والادله كاين، لانه في نظريه المؤامره المؤامرات موجودين، ونظريه المؤامره راها كاين، ولكن حنا باش نعرفوا الغط من السمين والحاجه الصحيحه من اللي ماشي صحيحه، حنا مثلا كمسلمين كنشهدوا غير بداك الشيء اللي وقعت الحجه عليه، اللي ظهر فيه الدليل، ما يمكنليناش نزيدوا نبقاو عاوتاني نحاجوا نقولوا لا، ولكن على الاقل حنا نتبعوا غير الحاجه اللي ظهرت فيها الادله، وما نفسروش اي حاجه. اذا الخطا فين كاين؟ هو في التبني الشامل ديال نظريه المؤامره، وكنبقاو نعتقدوا بانه جميع الاحداث الصغيره والكبيره بانه من وراءها تامر. لا، يعني خاصنا نعرفوا شكون هي الاحداث اللي كان فيها تامر، والنفي عاوتاني ما يمكنلكش تنفي، وانت كتنفي وفي نفس الوقت كاين الادله اللي كتقول بانه راه داك الشيء المعلن كان عكس ما هو مبطن، وكيخرجوا الادله وكيخرجوا الوثائق وكيخرجوا المذكرات وكتخرج الشهادات، يعني هذا راه ما يمكنش. اذا نظريه المؤامره راه كاين، الخطا فين كاين؟ الخطا كاينه في التطبيق ديالها، ما خصوش يكون التبني الشامل، وما خصوش يكون كذلك النفي الشامل. حنا كلنا الناس اللي كاين فيها عاده كيقول لك ما كاينش نظريه المؤامره، كيقول لك بانه الاحداث هكا كتجري، يا اما كيتحكم فيها الاقتصاد، واما كتحكم فيها العصبيه، واما كتحكم فيها المعتقدات، واما كتحكم فيها الثقافه. كيقول لك هذا هو التاريخ، التاريخ كيتطور والاحداث السياسيه هذا هو اللي كتلعب، وكل مدرسه فكريه واش كتقول؟ كاين المدرسه اللي كتقول لك العصبيه القبليه او العصبيه العشائريه هي اللي كتلعب احداث، كاين اللي كيقول لك بانه الجدليه الماديه، كاين اللي كيقول لك الصراع الطبقي، كل واحد واش كيقول. ولكن لا، راه من بعد ظهر بانه جميع هاد العوامل اللي هي ذكرتها دابا بانها توفرت في عده الدول، وموقع لها المنعطفات التاريخيه ولهم يحزنون. اذا في الاحداث على الاقل اللي وقعت الادله خصنا نشهدوا بانه راه كاين نظريه المؤامره. اذا المشكل كاينه في التبني الشامل، لانه صراحه كاينه بعض العقول اللي للاسف الدول العربية والدول الإسلامية كنشوفها بأنها ولات مدمنة على تفسير كل شيء، يعني حدث ربما يكون بسيط بمجرد ما أنها تدوز سحابة وتمطر فصل الصيف كيبدأ يتفسر بأنه ربما الدجال، ربما كذا، ربما كذا، ربما كذا، يعني أحداث بسيطة عادية كنفسروها حنا بأن راه كاين تآمر. وكاين عاوتاني العكس، الإنسان كينفي، علاش غادي تنفي وأنت الحمد لله الإنسان ناس قاريين وكل شيء موثق، علاش غادي تنفي؟ وفي نفس الوقت هادو اللي كينفيو نظريه المؤامره جمله وتفصيله كتلقاهم من دوك المثقفين اللي العقل ديالهم متنور،
وكيفاش انت لهذا المثقف المتنور اللي كتنكر نهائيا نظريه المؤامره وفي نفس الوقت كتعترف بانه راه كاين تضليل اعلامي؟ المدرسه ديال التضليل الاعلامي راه مدرسه قائمه الذات، وهاد المدرسه ديال التضليل الاعلامي راه بدات من بدايات او لا ما قبل بدايه الحرب العالميه الاولى. اذا اكثر من قرن والتضليل الاعلامي علم قائم بذاته، وكتستعملوا جميع الدول خصوصا اللي كتكون كتواجه معارك. فكتعرفوا المانيا هي اللي كانت القمه في التضليل الاعلامي، والمدرسه الالمانيه في التضليل الاعلامي كيف نشات على العهد ديال هتلر هي اللي من بعد دابا راها كتطبق دابا في اوروبا. اذا كاين تضليل اعلامي على حقائق الامور، وفي نفس الوقت نوليو نقبلوا نوليو نرفضوا نظريه المؤامره ونقولوا بانه راه ما كاين حتى شي قوه خفيه وما كاين حتى شي بصمات ديال الحركات السريه، وبانه الامور تجري عادي، وكاننا بحال الا كنقولوا هذا الشيء اللي كيقولوا لنا الاعلام العالمي راه هو الصح. يعني هذا الشيء اللي كيقولوا القنوات والاعلام العالمي اللي كنعرفوا القوى المسيطره عليه بحال كنقولوا هذا هو الصحيح، اذا ما عندنا علاش نزيدوا نبشوا في شي حوايج اللي هي اخرى. والاعلام العالمي راه مسيطر عليه القوى اللي مسيطره على العالم، القوى اللي مسيطره على العالم في الاقتصاد، في تجاره الاسلحه، في القوه، القوى المسيطره راه ما غاديش تخليك واحد الاعلام عالمي اللي غادي يفطنك وغادي يبصرك بحقائق الامور وغادي يحكي لك الحقيقه. طبعا راه غادي يخلي لك واحد مناخ اعلامي عالمي كيف ما هو باغي. ونظريه المؤامره للتذكير، نظريه المؤامره للتذكير بانه راه في بعض الحالات، في بعض الحالات كتلجا ليها القوه، ملي كتكون قوة حقيقية مهيمنة فهي راه كتنشر بزاف ديال المواد الإعلامية باش كتضلل الناس باش كتخليهم يكذبوا بها. والعكس صحيح، ملي كتكون عاوتاني قوة خاصها كيكون عندها واحد الضعف كتشجع نظرية المؤامرة باش كتخلي الناس دائما تحت التضليل. إذن نظرية المؤامرة ما يمكن لناش ننفيوها وما يمكن لناش نعمموها، ولكن على الأقل الإنسان على الأقل يتبنى المسائل اللي قامت عليها الحجة، مثلا بروتوكولات حكماء صهيون، كتاب من نشوف شحال هو كيتسارى وداك الشيء اللي مكتوب فيه هو اللي قاعد كيتطبق حرفيا. ونزيد انا موراه ونقول بانه الاحداث العالميه ما كاينش احجر على رقعه الشطرنج مثلا، الكتاب الشهير اللي مكتوب فيه بانه المتنورين بانهم راه عندهم قرار بانهم هما اللي غادي يقوموا بالثوره الفرنسيه، وبانهم موراها كانت عندهم الخطه انهم تقوم الحرب العالميه الاولى والثانيه وحتى الثالثه، كتاب كاين يعني. وحنا نزيدوا على النكرو، اذا على الاقل اللي قامت عليه الحجه يتقبل واللي ما قامتش عليه الحجه يتقبل. الاستثناء اللي كيحطم نظريه المؤامره شنو هو؟ وهو انه الاحداث السياسيه، الاحداث التاريخيه الكبرى راه ماشي دائما في المتناول ديال هذه القوى المسيطره. القوى المسيطره اللي كنقصد انايا هي الحركات السريه. الحركات السرية راه منذ أقدم العصور وهي تنشط وكتلون الأسماء ديالها وكتلون التعابير ديالها وكتلون الأسماء المنظمات ديالها وكيتلونوا الزعماء وكيتلونوا الفروع، ولكن الأصل واحد. يعني من نهار باش بدا التاريخ البشري وبدا التجمع البشري الحركات السرية بدات كتخدم. علاش؟ لأنه ديك السرية هي اللي كتخليها أنها أولا تقوى، زائد أنها ما تكتشفش وكتوجه الأمور حسب الحاجة ديالها. ولكن كيف قلنا راه ما يمكن لها شي هي تدير كل شيء، لأنه إلا غدا تكون هي الله الخالق، يعني تعالى الله عز وجل. لا، لأنها هي راه كتعرف وكاش كتدخل، وراه ماشي كل شيء بالامكانها، لان راه ماشي هي مدبر الكون، بان راه حتى هي كتخضع للمنطق ديال بانه راه كاينه الاراده الالهيه اللي كتتحكم في الاحداث التاريخ. والدليل انه بزاف المنعطفات التاريخيه هذه الحركات الاجتماعيه كانت كتفشل، منها ظهور الاسلام والبعثه ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم انه الحركات السريه اللي كانت تاسست في الحضن ديال الدوله الرومانية
وكانت بالخصوص كتشكل من اليهود اللي حاربوا الدين المسيحي، ومن بعد انتقلوا باش يحاربوا جميع الأديان. ولكن مع ذلك أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تولد قدام عينيهم وكبر قدام عينيهم، والدعوة الإسلامية بدأت قدام عينيهم، والعالم الإسلامي انتشر قدام عينيهم. إذا راه ما يمكن لناش يعاود ثاني نكرو بأنه راه كاينة الإرادة الإلهية. وقبل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام، موسى عليه السلام بأنه كان في ذاك العام اللي تولد كان قرار ديال الحاكم المصري رمسيس الثاني، بين قوسين يقال بأنه رمسيس الثاني، بأنه كان خدا قرار من أجل تجفيف المجتمع المصري من جميع المواليد الذكور، ولكن ولد أمام العين ديالو وتربى أمام العين ديالو وكبر أمام العين ديالو، ومن بعد كان هو سيدنا موسى اللي غادي يكمل المسيرة ديال النبوة والمسيرة ديال التوحيد. إذا نظرية المؤامرة فهي فاش كتساعدنا فقط باش نعرفوا ما يقع في التاريخ وما يقع من احداث. ميمكن لناش نبرروا بها القعود، ميمكن لناش نبرروا بها التواكل، ميمكن ما نبرروش بها اي حاجه، لا، ولكن كتساعدنا في تفسير الاحداث فقط لا غير. يعني ما يمكن لك شيء انك تعول عليها وما يمكن لك شيء تنفيها. الا عولتي عليها في كل صغيره والكبيره فالانسان راه كيطيح في الفخ ديال التواكل وديال الخمول وديال الكسل، والإنسان كيفقد الإرادة ديالو وعكس ما خلق لأجله. وإلا كان عاوتاني النفي الشامل لهذه نظرية المؤامرة، فهنا الإنسان راه كيطيح في الفخ ديال التجاهل، كيطيح في الفخ ديال أنه يقاد ويفعل به يعني كما يشاءون، يعني لا هذا المشكل ولا هذا الطرف ولا هذا الطرف راهم على خطأ. إذا نظرية المؤامرة كتنفعنا غير باش نعرفوا الأحداث كيفاش وقع، ولا التذكير. نظرية المؤامرة ولا المؤامرة ولا التآمر في الإسلام لا مكان لها في الإسلام، لأنه الإسلام أصلا ضد التآمر. في الإسلام أصلا ضد التآمر، ولا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أو كما قال الله عز وجل في الإسلام ممنوع أن الإنسان يتآمر على شي حاجة خايبة، لأنها أصلا الديانة ديال الإسلام أو للإسلام هو في الجوهر ديالو دعوة، أنك تدعو الناس، ما فيه لا كيد، ما فيه لا تآمر، لا أنك تخدم بالليل، لا حتى شي حاجة، تدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن معي، يعني الأمور كلها واضحة. كنتمنى نكون ساهمت في توضيح ديال الفكرة ديال نظرية المؤامرة. شكرا للانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.